الله يسعد صباحكم، صباح الخيرات والليرات والذهب والألماس. اليوم أنا كتير مبسوطة بأنه أنا موجودة بلمة نسوان مع الصبايا الحلوين الموجودين. نحن اليوم معنا عم تضحكوا، شبكم أخذ دوركم يعني؟ وين المشكلة يعني؟ أنتي نورتينا، بنورة بوجودكم. دخيل جمالك ولطافتك. جمالكم أحلى لك، دخيل عيونكم. أنا من زمان أصلاً أنا عم بستنى هاي القعدة واللمة النسوان، ولا شو الرجال هلا يكونوا بيناتنا، خلينا نسوان على الحل. عن جد أكيد لازم. فمشان هيك طلعوا أولادك. شو كان أبوك بده منك؟ لك هلأ دقيت أم العبد ومسحت فيني الأراضي، وهي قال دافعت لك 2000 دولار سلاف، وزعلت لأنك ما بعتي لإيميلي. بدنا نسألك الصبح شو بتحبي تعملي؟ شو بحب أعمل الصبح مثلاً؟ بشرب فنجان قهوتي، إذا عندي تصوير بحضر، بجيب النص، بقرأ المشاهد الموجودين عندي مني، بطلع على تصويري، هذا اللي بعمله أنا الصبح إذا كان في عندي شغل. إذا ما عندي شغل طبعاً بروق هيك على فنجان قهوة، بسمع فيروز الصبح. مين ما بيسمع فيروز؟ لأنه بلا فيروز ما بتسوى الصباح ولا أي شيء. بعد منها طبعاً بشي ساعة ساعة ونص بلش بقى أحضر بأنه أنا أطبخ، لأنه أنا طبيخة، بعمل طبخاتي كذا، بدق لرفقاتي. بس هو يعني دائما الا ما يكون في عندي صديقه انا بحبها كثير بوجه لها انا تحيه، هي سوسن صديقتي، اكثر اوقات بتكون هي نايمه عندي مني، فبنتساعد انا وياها شوي وبنلم على العالم ونبلش نحكي بقى قرقر انا وياها. يعني احيانا بتشرب القهوه لحالك واحيانا مع اصدقائك؟ اكيد. بس القهوة لحالك ما أنا حلوة، دائما اللمة هي الحلوة يعني، مع أصدقائك يكونوا يعني، لأنه في عندي أصدقاء كتير ما نون بالوسط الفني. أكيد وقت ما بيكون في عندي تصوير نبلش ندق لبعضنا مشان نحنا نكون موجودين، نتغدى ونقعد لنا هيك قعدة تبقى حلوة، وننم بقى على الرجال. أكيد قعدة النسوان ما بصير نتحكي بس عن النسوان، الحل أكيد ما نحكي على الرجال وشو صاير فينا وشو محمول فينا وشو كذا وهالقصص هي. وبتبصري لهم؟ إيه ممكن إنه أنا بصر لهم، ممكن. عندك مزاج إنك تعدي تقري كذا فنجان؟ ايه عندي مزاج، بس لاقول لك شغله، هلا اكثر من فنجانين مو بتتضايقي، بس بتحسي حالك انه انت بلشتي تحكي مو صح بقى، لانه انا ببصر صح. بتزبط معي. ايه بتزبط معي. هلا بدها تبصر لنا. ماشي ولا يهمك، هلا طبي فنجانك. لازم تكون القهوه ساده وسط حلوه. لا طبت الفنجان ما بدها لا ساده ولا وسط ولا اي شيء، الفنجان ها تعملي له هيك بتطبيه، شو له علاقه السكر الموجود فيه؟ لانه ما بكفوا انتوا سكر يعني. لك تسلمي لنا. بدي اسالك سؤال، انت بتحبي فيروز الصبح تشربي ما تشربي فنجان القهوه وانت عم تسمعي لفيروز، في غنيه هيك لفيروز بتحسي انه انا اذا ما سمعت اليوم الصبح راسي بوجعني؟ لا ما في غنيه محدده لفيروز، كل الاغاني انا بحبها، بس اكثر غنيه انا بحبها منهم مديتن ايدي وسرقتك حبيبي، بحبها كثير هاي الغنيه. يا الله شو حلوه، كانك بتغني؟ لا انا صوتي ما انه حلو بس بادي صح. يعني قديه بتأدي؟ يعني بدنا نقول شيء 20% يعني مو أكثر من هيك، بس بتسدوا أدنيكم إذا بدي غني. بس غدوش نحن ما مصدق لنسمع. بس يعني أنتوا شو عم تكونوا تسمعوا؟ طب أنا ماني مطربة بس. يعني أكيد. شو أعمل بحالي أنا؟ يعني قلت لكم أنا بأدي يعني 20% بس. عندكم استعداد تسمعوا هيك؟ موافقين. تصطفلوها ما لي علاقة أنا. أكيد. في غنية أنا بحبها هيك بدندن فيها دائماً وبحب أسمعها يعني. عندي صديقتي اللي قلت لكم عنها صوتها كثير حلو فحفظتني اياها، لاني كنت بالاول حافظه اول مقطع بعدين حفظتها كلياتها. والله مبحوحه اليوم ما راح اقدر اقول لكم. يا اعز واغلى واطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب ويشوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان بزمان بطيبه القلب بتتعيب يا طيب.
يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا عز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طيبة القلب بتتعيب يا طيب. معلش اعذروني ما عندي صوت بس أنا بأدي أداء بقى أنتوا تحملتوني. غدوش الغنية إلى علاقة بطيبة القلب ونحن كلياتنا بنعرف إنه أنت قلبك كتير طيب. هاي الطيبة عملت لك مشاكل بالحياة؟ ما هو طيبة قلبي عملت لي كتير مشاكل بحياتي بس بتمرق وبقول الحمد لله. يعني أكيد كل واحد بيبقى هيك قلبه طيب هو ما بدنا نقول إنه نحن بنضحك عليه لا بس هو من طيبة قلبه يعني إنه بفكر إنه الناس كلياتها هيك إنه الناس كلها قلبها طيب لا طلع بالآخير لا مو الكل قلبهم طيب. بتتعاملي أحياناً مع ناس بتفاكرين إنه هن قلبهم طيب بس بيطلعوا قاسيين حتى على حالهم هن. هي البيئة والبيت والتربية بيلعب دور كبير بهذا الموضوع. ايه اكيد. مشان هيك بدنا نتعرف على حارتك. على حارتي اول شيء انا من اللاذقية من ضيعة اسمها كنسبة. من زمان كثير قبل ما انا اولد ابي تزوج امي خطيفة بعدين اجوا لهون على الشام بين قوسين بين قوسين خطيفة بين قوسين اجوا قعدوا هون بالشام وتزوجوا قعدنا بحارة اسمها سقاق الصخر هي موجودة قريبة كتير من الشعلان وطبعا بعد منا كتير كمان قربنا قعدنا بالشعلان قعدنا لفترة طويلة كتير. إلك ذكريات بالحارة؟ يعني كنتي مثل الأولاد تنزلي بتلعبي بالشارع ولا لا إنه أنا بدي ضل قاعدة بالبيت أهلي ما بيخلوني أطلع على الحارة ألعب؟ يعني روح قلبي الحارة روح قلبي إني ألعب بالزمان وكان باريز إذا بتعرفوها هي انخطت كنا باريز ونلعب فيها حشلة أيوة بالحجرة تمام. لا أنا كنت كتير شقية وأنا من صغري كتير كنت شقية ما كنت أحب أقعد بالبيت كنت دائما بالحارة ما تلاقيني غير بالحارة يعني وما ألعب غير مع الصبيان ولو إنه هلأ أنا لميت نسوان بس أنا ما ألعب غير مع الصبيان. طيب مدام قادة محتفظة بشي من طفولتك أو في ذكرى هلأ موجودة عندك بالبيت من بيت الطفولة أو من حارتك؟ لأقول لك شغلة هلأ إلا ما يلتقى في شيء طبعاً في صور في صور أهلي كانوا مصورين لي موجودين عندي بالبيت. كونك ذكرتي سيرة إنه في كان صبيان تلعبي معهم كم واحد من أولاد الجيران حبيتي؟ لا ولا واحد ودائماً الصبية أول ما توعى لأقول لك ولا واحد أنا قلت لك كنت صغيرة عن جد عم بحكي ما حبيت حدا لا من أولاد الجيران ولا هي تبع من الشباك لرميلك حالي والقصص هي ما كنت فيها لأنه أنا دخلت على الفن أساساً صغيرة دخلت وأنا عمري 13 سنة دخلت على مديرة المسارح والإرشاد القومي كانت قريبة كتير من بيتنا دخلت على فرقة أمية للفن الشعبية. طيب غدوش عرفنا انه ما حبيتي حدا من الحاره بس شباب الحاره هاتي لنشوف احكي لنا اوه كتار اللي حبوني المشكله مو عندهم المشكله عندي انا حبيت مين او ما حبيت مين بس انهم يحبوني مثل ما بدهم هي مشكلتهم. كانوا يبعثوا لك رسائل وورد وهدول الحركات ولا لا؟ لا ما في هيك كان هيك شيء لا ورد ولا رسائل ولا هالقصص لانه يعني هلا نحن من جديد هلا على الرسائل وعلى الواتس وعلى الفيس وعلى الدنيا كان لا رسائل كتابيه قصدي لا 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 ما كان في هيك شيء نهائيا. بأي عمر حبيتي؟ هون المشكلة واللي حطيتينا بخانة اليكي 18 كبيرة لا منيح العمر يعني بالعادة لازم تكون أصغر لا ما قدرت لأنه مو ما قدرت لأنه كنت أنا ملهية بفرقة أمية كنت مبسوطة كتير بأنه أنا كنت موجودة وعم برقص لأنه أنا من الصغر كان في عندي هواية هي الفن فقط لا غير ما كنت فكر بشي اسمه حب وما حب يعني هالأمور هي. غدوش الحارة أثرت فيكي وخليتك أنت تفكري أنه أنا لازم أشتغل بالفن أو أرقص أو صير ممثلة ولا حدا تاني أثر فيكي؟ لا الحارة ما إلها علاقة نهائيا يعني أنا من الصغر كنت هيك أتفرج كان في أفلام القديمة
كان في الرقص والغنى والكذا. انا من الصغر في عندك، انت لما بدك يعني تكوني انت فنانه من الصغر فاكيد في عندك هيك شيء عم تتفرجي عليه. كانت الافلام القديمه كانت تاثر فيني كثير، ودريت انه في مديره المسارح قدامنا، يعني كان في المسرح القومي وكان في مديره المسارح، قلت لحالي انه انا بقدم. لما رحت لعندهم منهم وكان عمري 13 سنه ما قبلوني، يعني بالبدايه ما كانوا يعني مو انه ما قبلوني، ما قبلوني بس مشان صغر السن يعني. بس قلت لهم شوفوني يعني عملوا لي تيست يعني بالاول وبعدين مثل ما بتكونوا، فعلا عملوا تيست وقبلوني مباشره ودخلت بفرقه اميه لمده طويله كثير، وبعدين انتقلت منها لمسرح القومي يعني للتمثيل، لانه حسيت بانه الرقص في له عمر محدد، ممكن انت ترقصي او تتعبي او كذا، فلازم انه انت تعملي كمان شيء. دخلت على المسرح القومي، دخلت اول مسرحيه انا اشتغلتها كانت هي ابو خليل الاباني، ومنه منها انطلقت طبعا بالتمثيل للمسرح للتلفزيون للقصص هي كلها. غادة بشور، يا نعم، لو طلع لك المارد من الفانوس السحري شو بتظلمي منه؟ بطلب منه بانه يرجع الامن والامان لسوريا الحبيبه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. لو كنتي بطله مسلسل واتفقتي انت والمخرج على كل تفاصيل الدور ورحتي على اللوكيشن وصورتي اول مشهد، بعدين اجى المخرج وقال لك بعتذر مدام غادة انا ما شفتك بهذا الدور او بهي الشخصيه، شو بتعملي؟ هو اول شيء بحياته ما صارت معي، بس مثل ما عم تقولي لو شافني بانه انا ماني منيحه لهذا الدور فبقول له شكرا لك وهي وجهه نظرك، ان شاء الله بنلتقى بعمل ثاني وبحمل حالي وبمشي وعادي الموضوع كثير. تخيل قلبك مدام غادة، لو بدك مرحله بتحبيها بحياتك ترجع تنعاد، اي مرحله بتختاري؟
بالفن بحب انه انا ارجع لما كنت بفرقه اميه للفنون الشعبيه، لانه هاي المرحله كانت كثير حلوه، اسستني بكل شيء، بالفن، بالتمثيل، بالرقص. ما بتتخيلي قديش كانت المرحله حلوه. نحن كنا بالفرقه تقريبا 115 زلمه ومره، وكنا نسافر ونروح ونجي. هاي المرحله كانت الحب، الفرقة كانوا يحبوا بعضهم بطريقة مانا طبيعية. هاي المرحلة أنا ما بنساها بحياتي، وبحب وجه لهم تحية الحقيقة لكل حدا بفرقة أمية وللأساتذة يلي علموني الفنون الشعبية. كتير ناس ممكن إنه هي تقول إنه لا أنا ما كنت أرقص أو ما كنت كذا، تحكي مثلاً عن شيء تاريخي تستحي. لا، أنا بالعكس، أنا بفتخر بإنه أنا كنت راقصة شرقية وكنت بالفنون الشعبية، وهذا الشيء أنا بفتخر فيه، لأنه الفن الرقص هو فن بحد ذاته. كتير حلو هذا الحكي. طيب هلأ لو بدك تندمي بحياتك على شو بتندمي؟ ممكن يعني أنا نادراً هيك يعني بندم على شغلات يمكن شخصية أكثر من الوسط الفني. تندمي يعني إنك طلعتي من فرقة أمية وتركتيها؟ لا، هو مو ندم، لأنه الحقيقة إنه أنا يعني صار في شغلة إنه أنا ما عاد قدرت إنه أنا لحق، لأنه صرت اتجهت للتلفزيون، والتلفزيون بده شوية فراغ، وفرقة أمية كانت من الصبح، يعني نبقى من الساعة 7 الصبح كنا، وكان فيها سفر وما سفر، فما قدرت بهذا المواضيع إنه أنا استمر فيها. هي مو ندم، لكن شلون بدي أقول لك، بزعل إنه أنا تركت رفقاتي، مو ندم، ما بندم. بتشوفيهم هلا؟ إيه، في منهم بشوفهم وبجتمع أنا وياهم وبنتذكر كيف كنا. إيه أكيد. طيب نحن جبنا مجموعة أسئلة من العالم موجهة لإلك، نتمنى تردي عليها. حاضر. عنا رأيك بالرجال بالعموم. حلوين ومرين. طيب مدام غادة، حدا خانك؟ إيه. يعني خنتي؟ أكيد. هلا إذا سألنا السؤال ما بعرف قديش هو محرج، فكرتي شي مرة إنه تخوني؟ لا. مو انه انا عم دافع عن نفسي او هذا، لانه لاقول لك شغله يعني هلا، بس ما ممكن انه انا احب شخص وكون انا وياه وفكر بشيء اسمه خيانه لإله، يعني مستحيل، ما افكر بهيك قصه. في سؤال ثاني، انه كم مره تزوجتي؟ اوه عدي بقول لك صباح الشحنونه انا. الله يطول بعمرك، خلي لنا اياكي. ما في جواب؟ ما في جواب، لا. خليه موضوع سري. لا، ما في شيء سري، كل العالم بتعرف، يعني ما في شيء سري، افتحي على جوجل بيطلع لك كل شيء. بابا اسوها، لا تبكيني، تركيني عامله رز لحالي. انا شو بدي فيك وانت ميت؟ ان كنت واقف وان كنت قاعد، انا بدي اياك حي ترزق، عم تفهم علي؟ لك انتي بدك تخلي ابوك يمضي بقيه حياته بالحبس بسبب سليم تبعك، ولك خجلي على حالك بقى. طيب غدوش، قديه صاير الانترنت والسوشيال ميديا عم بيحكوا شغلات عن الفنان يمكن هو ما بيحب يحكي فيها او خصوصيه؟ هو مزبوط كلامك يعني، بس دائما بيقولوا انه الفنان هو مو ملك حاله، يعني ملك الناس، ونحن عم نشتغل اصلا وبنكبر وكل شيء من محبه الناس. بس في شغله يعني كثير هيك احيانا ممكن انه انت تتضايقي منها، الخصوصيات تبعك، الخصوصيات يعني، هي يا ريت يتركونا شوي يريحونا منها، بيكون بيفضلوا على راسنا مثل ما بيقولوا. يعني نحن رح نريحك هلا ورح نفوت بالطبخ، انت شو بتحبي تطبخي؟ لاقول لك هلا، يعني انا واعوذ بالله من كلمه، انا بحب اطبخ كل شيء، لانه انا بيقولوا عني انه طبيخه ماهره، يعني ما بعرف. انا عازمتكم على كل حال، يعني ايمت ما بدكم هيك على غدا مرتب، بدكم محاشي، بدكم رز بزيلة ورز فول، هي عادية 5 دقائق بتعمليها، 10 دقائق يعني عادية. بقى أنا عازمتكم على محاشي، شو رأيكم؟ شندو أكلي إن شاء الله يا رب. بس أنت شو أكلتك المفضلة؟ أكلتي المفضلة المحاشي والسجقات واليبرق والقصص، عشان هيك صحتي منيحة. ما شاء الله. بس عندك وقت؟ عندك وقت؟ هذا وقت بيكون ما في عندي تصوير، أكيد لما بيكون في عندي وقت أكيد رح أعمل هالطبخات يعني، هي وبعزم رفقاتي كمان عليها.
بتهتمي بصحتك بنوع الطبخات؟ شوفي لك انه اهتم، لا ما كثير بهتم بهذا هاي القصه لسبب واحد، لانه نحن وقت اللي بنصور دائما ما في عنا انه وقت غدا، وانتم بتعرفوا هذا الموضوع. يعني مثلا انه نحن بنيجي الصبح الساعه 5 او 6 الصبح، يا دوبنا يعني بناكل فطاير او هيك شيء، وبتروح معنا ايام ممكن للخمسة ولا السبعة بيهترق انفاسنا، فما في عنا وقت محدد او غذاء محدد او هيك يعني، فعادي الموضوع يعني، لا ما بهتم كثير. غدوش، انت بتآمني انه اقصر طريق لقلب الرجل هي معدته؟ يعني ممكن نقول هيك شيء، بس انتوا لكم ساعه اللي عم تحكوا انه شو بتطبخي، شو هلا انتوا التنتين بتعرفوا تطبخوا؟ شو ليش عم تضحكوا؟ انا نص 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 نص. وانت؟ يعني انا بعرف اطبخ طبختين ثلاثه. نص نص يعني طبختين ثلاثه. يعني مثل معكرونه بشاميل. والله هي ما انا سهله يعني. بيتزا بيتزا و بطاطا فروج. عم اقول ليش نحيفه كذا هالقد؟ غدوش، دللتي حدا وطلع ما بيستاهل؟ رجل؟ طبعا. اكيد دللت، اكيد دللت وطلع ما بيستاهل بالمره يعني، بس الله يسامحه ما انا مشكله. لك قديش قلبك كبير وقديش انت طيبه وقديش متحملتينا ومتحمله اسئلتنا. لا حبيبتي ولا يهمك، اسالوا مثل ما بدكم وخذوا راحتكم، انا بحبكم وشو ما سالتوا حجاوبكم. طب خلينا لكن ننتقل على طبخاتك الفنيه. طبخاتي الفنيه، شوفي عندي مسلسلات يعني هاي السنه، الحقيقه انه رب العالمين رزقني اكثر من عمل هاي السنه. عندي سليمه وحريمه، خاتون، باب الحاره، بقع الضوء، الحمد لله، وندم. هلا انا عم صور بمسلسل ندم. الحمد لله يعني في اكثر من عمل، وكنت ضيفه باكثر من حلقه يعني لمسلسلات، بس ضيفه بحلقه او حلقتين يعني مو اكثر. بتنوري الشاشات. شكرا يا قلبي. اي اكثر دور حسيتي انه قريب منك من اللي هلا صورتيهم؟ انا لقلك انا لو ما بحب الدور ما بشتغله يعني. كمان نسيت انه قلك كمان في مسلسل زوال كمان مشاركه فيه هاي السنه. لقلك ما ممكن اشتغل عمل الا لحتى اكون انا مقتنعه فيه، بس الحمد لله بانه هاي السنه صحيح في اكثر من عمل، بس مستحيل تشوفيني هاي الشخصيه مثل هاي الشخصيه، مستحيل، لانه انا من النوع يلي كثير بدرس الشغل تبعي، بدرسه بدقه وبتفاصيل كثير كثير، حتى باللبس، حتى بالشعر، حتى يعني كيف انت ممكن انك انت تاديه، فلذلك انه انا لما بقراهم صح بشتغلهم انا صح. طيب غدوش، مين الشخص الأقرب لقلبك باللوكيشن؟ لقلك شغلة، أنا كل الفنانات والفنانين هن قريبين لقلبي، ما في عندي عداوة مع حدا من الفنانين أو الفنانات، دائما هيك بحب إنه نخلق جو. انتوا نحن اشتغلنا مع بعضنا وشفتوا لما بنكون نحن مع بعضنا بنحاول انه نحن نخلق جو، لانه دائما لما بتكون الكواليس انت قبل ما تطلعي انت على الشاشه او تقدمي الدور تبعي في حب وفي هيك ود وكذا، فهذا الموضوع الطاقه الايجابيه هذا بيعكس هذا الموضوع على الشاشه. هلا بيني وبينك، انت بتحني للرقص الشرقي؟ كثير، لحديت هلا انا برقص لحديت هلا، ما فيني اسمع موسيقى يعني، مستحيل اسمع موسيقى ما تلاقيني قمت رقص، مستحيل وين ما كنت يعني، حتى بالسياره وانا عم سوق سيارتي بحط الشريط او الكاسيت او لا، بتلاقيني طلعت الغنيه بتلاقيني عم بعمل هيك، بخاف الناس تشوفني بقوم نزل ايدي بعمل هيك. ما بقدر يعني، مو بايدي. نحن هلا بدنا نعرف سر سلبي او ايجابي عن غاده بشور. عن غادة بشور، عن حياتي، انه انا عصبيه غير عصبيه يعني، هالقصص هي هي السلبيات طبعا، ايجابياتك كثير. والله يعني انا طبيعيه كثير، بحس حالي يعني انه لما بكون انه في شغله مثلا ممكن انه تعصبني، ايه بعصب وبتوصل معي للشيطان الرجيم، بس خلال دقيقتين بتلاقيني بالمره ولا كانه في شيء يعني. عصبيه، ايه عندي نوع من العصبيه كثير. بتروقي بسرعه؟ ايه بس بروق بسرعه، كلمتين حلوين بروق. عصبيتك وصلتك شي مره انك تضربي حدا؟ ايه ممكن، بس يعني بتكون الشغله واصله للشيطان الرجيم ممكن ايه ارفع ايدي واضرب، بس الشغله تكون كثير كبيره، اما شغله هيك عاديه وكذا لا مستحيل يعني. لكن لازم ندير بالنا اليوم. لا على سلامتكم. لا على سلامتكم. ولك حرام عليك، سكري هالمي ما في مي بالبلد. Thank you.
أنا كبيرة وإنتي صغيرة يا بعدي، بس إنتي لو ما كنتي معيوبة ما كنتي رضيتي أخذتي الكبير يا حوبة. بعرف إنه لأن كلياتنا، بس إنتي ضروري تطلبي نص كيلو يخرب بيتك، مرقي له إياها شوي شوي، اطلبي نص وقية لحمة. غادة بشور، بدنا منك نصيحة لبنتك، إذا ما عندك بنت لبنات هذا الجيل. الله يخلي ولاد العالم، أنا ما في عندي ولاد، ما إجاني ولاد، يعني الله ما رزقني. لهذا الجيل بقول له إنه انتبهوا على حالكم. يعني أكثر شغلة ممكن تزعجني بهذا الجيل الموبايل، يعني الواتس والقصص. بتكوني أنتي مثلا عم تحكي أنتي وياه، إيه هذا الموضوع كثير بيزعجني. بقول لهم انه كمان حبوا بعضكم، لانه لازم نحن نحب بعضنا. عم تحكي وانه هيك في بعينك لمعه وحزن، مين زعلك؟ مين مزعلني؟ شو بدي يعني اللي كلا، اكيد في شغلات كثيره ممكن انه هي تزعلني، بس هلا كنا عم نحكي قبل شوي انه عن الصحافه بانه عم تتدخل بالخصوصيات لزياده، فهي انا الشغلات اللي بتزعجني خليها بقلبي معلش. مين اكثر شخص بكاكي بالحياه؟ بكاني؟ وفاه امي الله يرحمها. بكيت كثير ولحديت هلا ببكي انا. الله يرحمه. الله يسلمك. ونحن اكيد كلياتنا بنعتبرك ام لنا ورفيقتنا كمان، كونه انت قلتي انه ما عندك بنات، بس انت مو بس امنا، انت رفيقتنا قبل كل شيء. حبيبه قلبي تسلمي لي. غدوش، متخانقه مع حدا بتحبي نتواصل معه من خلال لمه نسوان نصالحك؟ متخانقه مع حدا لا، بس زعلانه من حدا ايه. طب بتحبي تبعتي له اي رساله حتى لو مو صريحة أو مو باسمه من خلال البرنامج؟ ما بدي أبعت لا رسالة ولا أي شيء، بقول الله يسامح كل إنسان أذاني بس. أنتي نورتينا بلمة نسوان. نورت بوجودكم حبيبتي، وكتير كنت مبسوطة أنا بهذا البرنامج. شكرا لكل إنسان اشتغل اليوم معنا برات الكواليس يعني اللي هون. شكرا للمصور، شكرا للمخرج، شكرا لمدير الانتاج، شكرا لكل شيء. في ناس موجودين معنا هون بتشكركم، وكثير كنت سعيده معكم. شكرا لكم. لا تنسي العزيمه. اكيد انا عازمتكم كلكم على فكره، بس لكم شي نهار ما يكون في عندي تصوير، لان هلا في عندي ضغط كثير. الله يقويك. عم نتابعك على الفيسبوك. ماشي. نلتقي ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله. باي باي حبيبتي. بوسات لكم ولجمهورنا الكريم.